السلام عليكم شباب. وعليكم السلام دكتور. عليكم السلام دكتور، كل عام وانت بخير.
الو، اسمعوني شباب. سمعك دكتور. شباب تسمعوني؟ نعم دكتور. اوكي خوش، ايامكم سعيده، عيدكم مبارك. كل عام وانت بألف خير دكتور. كل عام وانت بخير دكتور. شكرا عيني. شكرا. خوش هسه انا ما راح انتظر هواي لانه جماعتكم بعد الظاهر نايمين، بعد ما قاعدين. راح يعني راح ابدي بالمحاضره، محاضره اليوم. وبلكي يعني ويا الوقت يلتحقون بينا. اوكي. الاسبوع السابق انطيتكم مقدمه بسيطه على الكورس اللي راح ندرسه هذا السمستر. الكورس راح يضم يعني توبكس متنوعه، منها مثلا الكومبليشن، الورك اوفر، الساند كنترول. راح ناخذ فكره عن يعني حتى نروح لهاي المواضيع يحتاج ناخذ فكره عن الفورميشن دامج، انواعه وكيفيه معالجته. هذه الاشياء اللي راح نحاول قدر الامكان نغطيها في هذا من خلال هذا الكورس. اليوم راح نبدا بالفقره الاولى، يعني حتى نروح للورك اوفر والكومبليشن وهي الاشياء الاخرى. خلونا نبدأ أول مرة بالفورميشن دامج، لأنه واحدة من الشغلات اللي نحتاج بها الورك أوفر هي معالجة الفورميشن دامج. طبعاً أكو وظائف كثيرة، أكو جوبز كثيرة للورك أوفر. راح أنزل لكم يعني تشابترين، أنا أطلب من عندكم قراءتها، يعني بها تفاصيل، بها ديسكريبشن هواية، يعني ثيوريتيكال ديسكريبشن بها هوايه، ما مسؤوليتكم انه انتم تقروها. والشابتر الثالث اللي هو راح يكون على الفورميشن دامج، انا راح اشرح لكم اياه اوضح لكم اياه، وان شاء الله هذا الاسبوع والاسبوع القادم ننهي حتى نبدا وراها بالانواع الكومبليشن والكومبليشن امباكت اللي هي حسابات هبوط الضغط بسبب عمليات الاكمال، اللي في بعض الاحيان ايضا نحتاج احنا بالورك اوفر نحتاج لسوي ريكومبليشن اذا عندنا مشكله ب الكومبليشن سيستم اللي احنا مستخدمينه. يعني على سبيل المثال واحده من الشغلات اللي بالاكمال هي البرفوريشنز، احنا راح نسوي برفوريشن اذا عندنا كيس هولز نروح ويا البرفوريشنز. بعد ما تنتهي عمليات البرفوريشن لازم نسوي كليد اب، لازم ننظف المنطقه لان دي راح تكون بها يعني بها قطع قد تترك، يعني قطع معدنيه واشياء كثيره قد تترك بالويلبور جوا، هذا سبب لنا مشاكل لازم ننظفها. فعمليه الكلين اوت للبور هول جوا الداون هول هذه واحده من الورك اوفر. وفي بعض الاحيان نحتاج ما يسمونه اندكشن فلو، يعني انت من راح اوكي راح تفتح تحاول تنتج على السطح بس ما راح يكون عندك انتاج لاسباب كثيره، فلازم نروح ما يعرف بالفلو اندكشن حتى نبدا بعمليات الانتاج، حث البئر على الانتاج. هذا ايضا تدخل من ضمن الورك اوفر. فذن راح انزل لكم اياهن على خلي لكم اياهن على ما اعرف احنا شلون كنت ابعث لكم البي دي اف والبرزنتيشن، شلون كنت ابعث لكم اياها؟ انزل لكم على اليوتيوب ولا ابعث لكم اياها من خلال تليجرام وانتم تنزلوها؟ اعتقد من خلال التليجرام. نعم دكتور، من خلال التليجرام نزل الملفات. اي راح انزل الملفات الثلاث اللي الاثنين راح اتركها لكم وانتم تقروها، اللي هي بها الديفينيشنز للورك اوفر والجوبز مال ورك اوفرز وليش نحتاجه، راح انزل لكم اياها. هذني تشابترين، والتشابتر الاخر هو الفورميشن دامج اللي راح هسه ابدي اركز عليه واشرح لكم انواع الفورميشن دامج والحسابات المرتبطه بالفورميشن دامج. هاي شغله. الشغله الثانيه الله يرضى عليكم، بدءا من المحاضره القادمه، يعني لا تضيعوا لي وقتي انا كل شويه اقبل فلان طالب يلتحق، رجاء يعني التحقوا قبل الموعد حتى على الاقل اكبر عدد ممكن انا راح اعطيه اقبل طلبه وننتهي من هذا الموضوع. هسه انا شنو كل شويه واحد بلكي
وهذا أظل أنا لازم أراقب، يعني رايح راد، أقبل هذا وأقبل ذاك، أقبل هذا وأقبل ذاك. يعني قبل الموعد بخمس دقائق كون أنتم كلكم موجودين، بحيث أنا من أفتح رأساً تطلع لي قائمة طويلة أسوي مرة واحدة أقبله، وهسه أدري بمرات ينقطع ويرجع ما مشكلة، بس من 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 يصير الدخول يعني بأوقات مختلفة هذا راح يسبب إضاعة للوقت، لأن يعني لازم أنا أرجع أقبله وأرجع مرة أخرى أشرح ما أدري شلونها. خوش ها هسه أقبل، أظل لازم هالشكل أنا. أوكي خوش، هسه خلونا نروح لل مثل ما قلت لكم للشابتر الثالث اللي هو الفورميشن دامج. هذا هو الفورميشن دامج. هسه انتم يمكن تعرفون انه اكو عندنا مفهوم بالانتاج بالمكامن اسمه السكن فاكتور، اكيد سمعتوا به او مستخدميه بالانتاج وبالمكامن. السكن فاكتور شنو هو؟ السكن فاكتور هذا من يعطيني فكره شنو هو السكن فاكتور هذا وليش مهم عندنا؟ استاذ هذا تضغط الطبقي نتيجه العمليات الحفر والاكمال اللي نسويها قبل الانتاج. تمام. هو شنو السكن فاكتور؟ هو مؤشر، it is an index، هو مؤشر او هو mathematical representative لمن؟ للفورميشن دامج. فالسكن فاكتور هو اندكس يعطيك فكره ايش قد عندك ضرر بالطبقه المكمنيه. سو السكن فاكتور از نو مور ذان ان ان اندكس، هاو ماتش فورميشن دامج do we have inside the porous media. هذا هو السكن فاكتور. احنا نريد نعرف ايش قد عندنا ضرر، هذا المقدار الضرر عبر عنه. اغلق المايكروفون ويا من تحكي ويا من تحكي. منو هذا؟ انت ليش درسك مش قطيز انت الصبح؟ بابا متخبل وشك. منو هذا من الصبح عنده طلابه؟ يا هذا عنده طلابه. عبد الله اغلق المايكروفون، ايش عندك من الصبح طلابه؟ شو طلابتك ويا من؟ فهذا هو السكن فاكتور. السكن فاكتور هو تشوفون شباب تشوفون السلايدات تمام قدامكم واضحه؟ السلايد واضح امامكم شباب؟ نعم دكتور واضح. إذن هو شنو؟ هو مؤشر أو مقياس أو بارامتر يمثل لنا مقدار الضرر للطبقة المكمنية. هسه الضرر هذا منين يجينا؟ مثل ما قال زميلكم أكو أسباب كثيرة للضرر، أكو أسباب ميكانيكية، عمليات الحفر قد تسبب واحدة من الأسباب الميكانيكية، الكومبليشن واحدة من الأسباب الميكانيكية تمام؟ في بعض الاحيان الاستيميوليشن احنا نعم احنا نريد نسوي استيميوليشن، بس العمليه نفسها قد تسبب لنا ضرر ايضا. الفراكتشر، بس الفراكتشر هو هم استيميوليشن بس هم يسبب لك ضرر. البرفوريشنز، انت لما تسوي برفوريشنز انت تسبب ايضا ضرر للطبقه المكمنيه. هذه كلها تدخل ضمن ما يعرف بالتضرر لاسباب ميكانيكيه. وأكو عندنا تضرر لأسباب أخرى، يعني على سبيل المثال إذا عندنا ننداس فلو، إذا عندنا ننداس فلو معناها إحنا راح يكون عندنا مور بريشر دروب. واقع الحال الفورميشن دامج السكن فاكتور كلها بالأخير إحنا نتحدث عن عوامل تسبب زيادة في هبوط الضغط. احنا عندنا هبوط ضغط ينحسب بموجب معادله دارسي، هذا اللي عندنا. عندنا هبوط ضغط بريشر دروب از كالكوليتد بيست اون دارسي لو، اللي هو يعطيك هبوط الضغط بسبب الجريان، مو شيء اخر غير الجريان، بسبب الجريان. فمن الناحيه النظريه احنا عندنا قيمه لهبوط الضغط تحسب على ضوء معادله دارسي. اي قيمه اخرى لهبوط الضغط اعلى من القيمة اللي نحسبها بمعادلة دارسي تعتبر اكسترا بريشر دروب، وهذا تدخل ضمن شنو؟ ضمن السكن فاكتور. اي قيمة لهبوط الضغط اعلى من قيمة هبوط الضغط اللي ناتج عن الفيزيكال فلو باي دارسلو، هذه تدخل ضمن السكن فاكتور. فالسكن فاكتور واقع الحال هو مقياس لمقدار التضرر،
والبرشر دروب هو هبوط الضغط الناتج عن السكن فاكتر. فإذا إحنا من مقياسنا هبوط الضغط بسبب عمليات الجريان نتيجة وفقا لقانون دارسي. هسا إذا عندنا نان دارسي يصير هبوط الضغط أعلى من هبوط الضغط بسبب دارسي، وبالتالي إذا عندنا نان دارسي هذا نعتبره أيضا سكن فاكتر. شفتوا؟ إذا إحنا عندنا ميكانيكال سكن فاكتر وأكو عندنا أنواع أخرى من السكن فاكتر. يعني على سبيل المثال في بعض الأحيان خصوصا بالمالتي فيس فلور، يا أخوان سدوا مايكروفوناتكم الله يرضى عليكم، سدوا المايكروفون يا عيني، سد المايكروفون مالتك الله يرضى عليك، منو فاتح المايكروفون سدي. كوش يعني على سبيل المثال في بعض الأحيان إذا عندنا مالتي فيس فلور، هسا الغاز لما يقترب للمنطقة لما يقترب للويلبور بسبب هبوط الضغط، هذا الغاز ممكن يعني يتحول يصير يعني على شكل مادة صلبة فريزن يصير له، وهذا يسبب بلوكج. هذا نسميه ان هذا هو هذا البلوكج اللي هو عاده احنا نسميه الكوندنسيت بلوكج. كوندنسيت بلوكج بس انت من غلقت البرفوريشن بسبب الكوندنسيت، ما انت الان تحتاج الى ضغط اعلى حتى ينتقل السائل من الوسط المكمني للبير، لانه اكو غلق لبعض الهورس البرفوريشن. هذا شنو؟ هذا مو ميكانيكي، هذا بسبب عمليات الانتاج. فهذا ايضا تدخل ضمن السكن فاكتور الفورميشن دامج. في بعض الاحيان على سبيل المثال اذا عندك مثلا اويل برودكشن وعندك مثلا مي او انت حقنت ماده كيميائيه او شيء، راح يكون عندك ايمرشنز، مستحلبات ايمرشنز. هذه الايمرشنز قد تغلق البرفوريشنز وتسبب ارتفاع في الضغط لعمليات الانتاج. هذا هم يحسب من ضمن السكن فاكتور. فالآن الفكرة شنو؟ الفكرة أنه عندنا السكن فاكتور الاعتيادي اللي هو الميكانيكال سكن فاكتور، هذا موجود نحسبه. وفي بعض الأحيان أكون نوع آخر نسميه بسيدو سكن فاكتور. البسيدو سكن فاكتور هذا اللي يجي منين؟ يجي من النندارس فلو، يجي من الكوندنسيت بلوكج، يجي من الإمرشن بلوكج. يجي منين؟ في بعض الحين حتى إذا ستدري تدرون إحنا أغلب الحلول اللي نستخدمها لوصف الجريان، حلول الديفيزيفيتي إيكويشن لوصف الجريان هذه، أما أنه نفترض عندنا سيركلر درينج أريا أو ركتانجلر درينج أريا. إذا ما كان لا سيركلر ولا ركتانجلر درينج أريا، ما راح يكون عندنا ضغط آخر غير الضغط المحسوب في هاي المعادلات. ففي بعض الحين حتى شكل المكمن يعتبره هو جزء من السكن فاكتور. يعني هي أمور كثيرة، بس إحنا ما نريد ندخل بكل هاي التفاصيل لأنه يعني بعضها مو كلش هالقد يعني مقبول إلى حد كبير. لكنه صدقوني الشيء الريزرفر كونفيجريشن يدخل ضمن البسيدو سكن، لأنه هبوط الضغط بسبب سيركلر درينج أريا مو نفس هبوط الضغط إذا عندك نان يونيفورم ريزرفر كونفيجريشن. إذا ما كان لا هو دائري ولا هو ركتانجلر ولا هو سكوير، فشيء ما مو نظامي، هذا راح يكون بهبوط الضغط ايضا يختلف بشكل بسيط عن هبوط الضغط الناتج عن السيركلر او السكوير او الريكتانجلر درنجيري. فهذا ايضا يدخل ضمن السكن فاكتور او السيدو سكن فاكتور. انا هسه ما اريد اروح لكم هاي التفاصيل، يعني هاي التفاصيل اعلى من مستواكم الحالي، ممكن تكون على مستوى الماجستير، ممكن تكون على مستوى الدكتوره، ولكن خلينا نركز على البارامترز الرئيسيه للفورميشن دامج وللسكن فاكتور اللي راح ناخذها هالاسبوع هذا ان شاء الله والاسبوع الجاي. خوش، اذا هذا الفورميشن دامج مثل ما قلت لكم اول عوامل الفورميشن دامج اللي نفكر بها هي العوامل الميكانيكيه، واول العوامل الميكانيكيه هي عمليات الحفر. عمليات الحفر تسبب لنا ميكانيكال سكن فاكتور. خوش، هسه منين يجينا هذا الميكانيكال سكن فاكتور؟ كالتالي، احنا شنو اللي عندنا باطيان الحفر؟ شنو اللي عندنا باطيان الحفر شباب؟ احنا اطيان الحفر هي لو اويل بيس ماد لو ووتر بيس ماد، بس احنا ما نحكي على الفوم وعلى الايردرلين، لا عفونا من الفوم وعفونا من الايردرلين، نحكي على الووتر بيس ماد اويل بيس ماد. اذا كان ووتر بيس ماد انت ايش عندك؟ مي، وتخلط شنو وياه تخلط شباب؟ تخلطون ويا المي
بنتونايت وبعض الأحيان بايرايت وسموا بالكيميكالز أديتيفز الضيق له. مو هو هذا اللي تحضرون أنتوا طين الحفر؟ وإذا كان أويل بيس مال أنتوا هم نفس المواد استخدموها تحضرون الأويل بيس مال. هسا إذا خلنا نفترض بنتونايت وخلنا نفترض شوية بايرايت أو كالسيوم أو بوتاسيوم كلورايد ممكن نضيف. هذه هي مواد صلبة راح يذوبوها بالماء. لكنه الفاين بارتيكلز راح تبقى عالقة بالماء. راح تبقى هذه الفاين بارتيكلز تبقى عالقة بالماء. لما نوصل إلى الوسط المسامي الوسط المسامي راح يكون مثل الفلتر مرشح. لأنه أنت تضخ درل الماد بضغط عالي من السطح. فشي حاول درل الماد يحاول يخترق الطبقة النفاذية طبق البوروس ميديا حاول يخترقها. زين الطبقة المسامية في الحالة هذا راح تشتغل على أساس كونها فلتر مرشح تسمح بمرور منه تسمح بمرور الماء اللي هو الفلتريت تسمح بمرور الماء الفلتريت وتمنع الفاين بارتيكلز من المرور. فش راح يصير عندك شنو طبقة رقيقة على جدار البئر بالطبقة المنتجة. شو نسميها هذه الطبقة الرقيقة؟ شو نسميها هاي الطبقة الرقيقة؟ مدكيك. النفاذية مال المدكيك عالية منخفضة. نفاذية المدكيك الفيرمابيليتي المدكيك منخفضة منخفضة بالتأكيد. فهذا المدكيك هذا وكأنه يغلق الطبقة المسامية يغلقها ويمنع الجريان. هذا تضرر ميكانيكي بسبب عمليات الحفر. الأكثر من ذلك شنو؟ ما احنا قلنا الوسط المسامي راح يكون عبارة عن مرشح. المي راح يعبر المن راح يعبر داخل الوسط المكمن. هسه اذا الماء دخل الطبقة المسامية ما احنا شعدنا موجود بالطبقة المسامية شعدنا شنو اللي عندنا موجود بالطبقة المسامية اساسا؟ شنو السوائل اللي موجودة عندنا اساسا؟ السوائل فلود يعني شننا اللي صح فلود شننا مثلا؟ اويل واحتمال ويا شنو؟ غاز ووتر. اويل ووتر اكيد لازم ويا مي لان ماكو طبقه ماكو مكمن بدون مي لازم اكو مي. فمي ونفط او غاز ومي او مي ونفط وغاز ثلاثه الموجوده. اذا اكو مي. الان لما ما الفلتريت اللي جايك من الدريلن مال لما يدخل داخل الطبقة المكمنية إيش راح يغير؟ داخل الطبقة المكمنية راح يزيد شنو؟ راح يزيد الووتر ساتوريشن مو تمام؟ راح يزيد الووتر ساتوريشن. أنا أحكي عن المنطقة القريبة عن البئر. راح يغير الووتر ساتوريشن تمام؟ زين إذا غير الووتر ساتوريشن الأويل ساتوريشن راح يتغير تمام لو لا؟ وإذا عندنا غاز خلينا نسمع عفواً من الغاز راح يتغير الووتر ساتوريشن. من منكم هذا اللي يلعب بالقلم؟ وكم مره خلف اسود عوف القلم فدوى عوف القلم عوف لي انا اشتغل عليه لا تظل الشخبط. فاذا المي من يدخل الطبقه المكمنيه راح يغير الووتر ساتوريشن بالمنطقه القريبه من البئر. اذا تغير الووتر ساتوريشن راح يتغير الاويل ساتوريشن. هسه من يتغير الاويل ساتوريشن الووتر ساتوريشن الريليتيف ثيرمابوليتي ايش راح يصير بيها؟ من يقول لي يا اللي جاوبني راح تقل مال اويل تمام لانه اكو علاقه بين الريليتيف ثيرمابوليتي والاويل ساتوريشن اي مين ريليتيف ثيرمابوليتي اوف اويل اند اويل ساتوريشن اكو علاقه ايضا بالريليتيف ثيرمابوليتي اوف ووتر ويا الاويل ووتر ساتوريشن اذا ترجعون حقيقه للريليتيف ثيرمابوليتي كيرفز. فلما يتغير الووتر ساتوريشن والاويل ساتوريشن بالمنطقه القريبه من البئر راح تتغير الريليتيف ثيرمابوليتي وبالتالي راح تقل الريليتيف ثيرمابوليتي اوف اويل. وتدرون انت كل ما قلت النفاذيه ازداد البريشر دروب. شفتوا اذا الاسباب شباب شنو اللي دا يصير بهالحاله هذه؟ فهي هذه كلها سببها شنو؟ سببها عمليات الحفر. وطبعا
هي مو فقط عمليات الحفر، احنا راح نجي عليها. اكو اكل ال ال يعني عمليات مثلا عمليات البربريشنز، تشوفون انتم البربريشنز، البربريشنز احنا شو نسوي؟ احنا اخو هسه احنا نزلنا خب نزلنا الكيجن البرودكشن كيجن نزلنا ثبتنا، هسه نريد نفتح، احنا نريد نفتح هولز. الهولز هذه شو تربط؟ تربط الفوروس ميديا، الجزء النظيف من الفوروس ميديا، الفوروس ميديا اللي ما متاثر بعمليات الحفر، نربطه ويا من؟ نربطه ويا الويلبور. فاحنا البرفوريشنز لازم شنو؟ لازم تنحسب بحيث تخترق الكيزن، الماده المعدنيه مال الكيزن اللي هي الكيزن البطانه، انا بيب البطانه، لازم نخترق الماده المعدنيه مالتها ونخترق الطبقه المكمنيه المتضرره بسبب عمليات الحفر بحيث نوصل للطبقه المكمنيه النظيفه. لان عمليات حتى تسوي البرفوريشن، انت عاده احنا بالبرفوريشن نسوي واحده من عده، مو كل الانواع، واحده من العمليات احنا اكسكلوسيف ماتيريالز، مواد متفجره، ونستخدم غانس، بنادق خاصه للتفقيد. هذه العمليه، عمليه احداث البرفوريشن هذه تسوي كراشت زون، كراشت زون يعني تسحقها للطبقه المكمنيه، داير ما داير الهول البرفوريشن تانل، داير ما داير البرفوريشن تانل، الطبقه المكمنيه راح تماما تصير كراشت زون. الكراشت زون هذه البرمابوليتي مالتها ريلي نافج. هذا هم 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 تمر انفورميشن دامج موجود. هسه اذن كلهن مع اشياء اخرى اذا نضيفين، قلت لكم مثل ما قلت لكم الفورميشن دامج يا اخوان عندنا احنا رياضيا نمثله بالسكن فاكتور. السكن فاكتور مثل ما قلت لكم هو مؤشر لمقدار التضرر او التنشيط للطبقه المكمنيه. السكن فاكتور هو قيمه او مقدار بدون وحدات، ديمنشنلس. السكن فاكتور بدون وحدات، ديمنشنلس. اوكي عندنا بوزيتيف سكن فاكتور اذا كان عندنا فورميشن دامج. اذا عندك فورميشن دامج السكن فاكتور از بوزيتيف. اذا عندك ستيميوليشن بروسيس السكن فاكتور از نيجاتيف. شو دام سي دير بالك، السكن فاكتور بوزيتيف اذا عندك فورميشن دامج، السكن فاكتور نيجاتيف اذا عندك ستيميوليشن وير ستيميوليتد وير. نيوترال زيرو، هذا نيوترال سكن فاكتور زيرو. خلنا وخر هاي الشخابيط، ما ادري اهل مسويها من عندكم. وخرناها خوش. هسه وين يدخل تاثير السكن فاكتور؟ السكن فاكتور يدخل تاثيره مثل ما قلت لكم على مقدار هبوط الضغط، على مقدار هبوط الضغط. ومقدارها احنا مره اخرى اعيدها، انا دائما هاي يعجبني دائما لكل طلابي انا اعيد هاي المعلومه دائما اعيدها. شغلتين انا دائما اعيدها للطلاب، انه ماكو طبقه مكمنيه، ماكو مكمن ما بيه مي، هذا مهمه. والشغله الثانيه احنا بالصناعه النفطيه ندور على شغلتين، ندور على معدل انتاج وهبوط ضغط. عندنا معدل انتاج مهم، ليش؟ لان احنا شنو نبيع؟ احنا نبيع معدل انتاج، احنا ما نبيع دلتابي، انا ما ابيع للناس دلتابي، انا ابيع للناس شنو؟ البرودكشن كاباسيتي، الفلوريت انا ابيعها للناس، الناس تنتظرني ابيع لهم الفلوريت على السطح، مو اقول له والله انا اعطيك فلوريت، انا الفلوريت مرتبطه بدلتابي، ايش عليه هو بدلتابي؟ ما له علاقه بدلتابي. نعم احنا مهم جدا عندنا انه نعرف ايش قد البرودكشن كاباسيتي الفلوريت، بس الفلوريت هذه ممكن واحد يجيبها بدلتابي كبير واكو واحد اخر يجيب لها بدلتابي قليل. هسه مثل ما قلت لك روح اشتري لي شغله من السوق، اكو واحد يروح يشتري لي شغله ب 10,000 واكو واحد يروح يشتري نفس الشغله يشتري لي اياها ب 1000. يا هل احسن عندي يشتري لي اياها ب 1000 غير الشكل. نفس الشيء احنا عندنا الفلوريت والبريشر دروب، هذان الفلوريت والبريشر دروب نعبر عنهم بمفهوم نسميه البرودكتيفيتي اندكس.
البرودكتيفيتي اندكس. البرودكتيفيتي اندكس هو كيو برودكشن كاباسيتي ديفايدد باي دلتا بي. دلتا بي منين لمنين؟ دلتا بي من الاوتر درينج اريا، البريشر اوف ذا اوتر درينج اريا اللي هو عاده ايذر انيشال ريزرفر بريشر اور افريج ريزرفر بريشر ماينس بي دبليو اف بوتوم هول فلو بريشر. هذا هو دلتا بي اللي احنا ندور عليه. فالبرودكتيفيتي اندكس هو الفلو ريت على السطح مقسوم على دلتا بي داخل الطبقه المكمنيه. دلتا بي داخل الطبقه المكمنيه بجزئين بشقين شباب. دلتا بي بسبب الفلو، دلتا بي كوز بريشر دروب كوز باي فلويد فلو فروم اوتر درينج اريا تو ا بوينت outside your completion system. See? Outside your مو للويلبور لا من نقطة somewhere in your porous media إلى نقطة قريبة عن منظومة الإكمال. هذا دلتا بي 1. ودلتا بي 2 هو the pressure drop caused by fluid flow throughout your completion system. هذا هو دلتا بي اللي أنت تدور عليه واللي تحسب على ضوءه البرودكتيفيتي اندكس. تشوف شلون الان لما نجي للاول، لما نجي للاول البريشر دروب بسبب الفلويد فلو انسايد البوروس ميديا فروم سم بوينت سم وير ان يور بوروس ميديا تو ا بوينت كلوز تو ذا كومبليشن سيستم. هذا هم بشقين. تشوفون شلون عيني بشقين. الشق الاول دلتا بي البريشر دروب كوزد باي فلويد فلو انسايد كلين بوروس ميديا. البوروس ميديا ما متضرر اللي بعده محافظ على شنو؟ على الانيشال ريزرفر فيرمابيليتي. والشق الثاني اللي هو قريب عن منطقه الاكمال اللي هو الجزء المتضرر اللي بي فورميشن دامج، هذا راح يكون بدلتا بي اخر. عندنا دلتا بي يجينا من الطبقه المكمنيه غير المتضرره، ودلتا بي اخر يجينا من الطبقه المكمنيه المتضرره. هذا غير دلتا بي الناتج عن عمليات جريان الماء داخل الكومبليشن سيستم غيره. هذا الثاني الناتج يعني دلتا بي كوزد باي فلويد فلو انسايد دامج بوروس ميديا كلوز تو ذا ويل بور، هذا هو المعني بالسكن فاكتور. هذا هو المعني بالسكن فاكتور. واقع الحال من اجي احسب دلتا بي توتال دلتا بي، اذا لازم اخذ بنظر الاحتمال انه اكو جزء من الطبقه المكمنيه حتى لو قدم قدمين، هذا بتضرر كبير بالنفاذيه اقل بكثير من نفاذيه النفاذيه الاصليه للطبقه المكمنيه. هذا السكن فاكتور يدخل وين؟ يدخل في معادله حساب دليل الانتاجيه للبرودكتيفيتي اندكس. لاحظوا هذه المعادله شباب، لاحظوا هنا، شوفوا هاي المعادله عندي. تشوفون هاي المعادله، هذه هي معادله دليل الانتاجيه اللي هي مثل ما قلت لكم كيو على دلتا بي. دلتا بي بين منو ايذر انيشال ريزرفر بريشر اور افريج ريزرفر بريشر. هذا هو تشوف هذا جزئين اكو هنا، هذا اكو جزئين. إذا أجي أفصل هذا منه، أجي أفصل شوف هذا منه، شوف عيني، إذا فصلت هذا هو أقول هذا الجزء مضروب بهذا المقدار. هذا دلتا بي، دلتا بي caused by fluid flow without damage. without damage. بس من تضرب هذا المقدار في هذا، شوف هذا الجزء اللي هنا، هذا راح يكون دلتا بي 2. fluid flow caused by formation damage. إذا أنت تجمع دلتا بي 1 دلتا بي 2 يطلع عندك دلتا بي توتال، وهذا هو اللي تخليه هنا وتحسب على ضوء البرودكتيفيتي اندكس. هذه المعادلة تشوفوا هذه المعادلة، هذه المعادلة مثل ما تلاحظون هذا transient state flow. transient state flow ليش؟ لأن أكو زمن، أكو زمن هنا. لما عندك transient state of flow الضغط راح يتغير بشكل كبير مع الزمن. يعني الضغط بالطبقة المكمنية أو بالwellbore down عندك it's a function of what? It's a function of t time.
بس لما تروح للبسيدو ستدي ستيت، هذا دائما يمكن في بعض الأحيان تسألوني عنه، لما نروح للبسيدو ستدي ستيت، للبسيدو ستدي ستيت، هذا البسيدو ستدي ستيت، ماكو تأثير للزمن، خلاص ماكو تأثير للزمن. بالبسيدو ستدي ستيت عندنا الضغط يتغير مع الوقت، يتغير مع الوقت، ولكن يتغير شنو؟ يتغير بمعدل ثابت، بمعنى أن partial t to partial t is constant، ولذلك ما يظهر عندنا تأثير، ما يظهر عندنا ال time parameter here. وإذا تلاحظ ال steady state، ال steady state خب بعد أحسن، ال steady state شنو هي ال steady state؟ أن هناك نقطة في الوسط المثمني، هناك نقطة في الوسط المثمني، الضغط ما يتغير بها الآن أو بعد سنة أو بعد سنتين، هذا هو الستيدي ستيت. هناك نقطة في الوسط المكمني، there is a point inside your drainage area where the pressure is not going to change with time، معناها أن partial P، partial P is good، صفر، هذا هو الستيدي ستيت. الآن سواء كان عندك transient pseudo steady state أو steady state، السكيل فاكتور موجود. ليش؟ لأن السكن فاكتور مرتبط بجريان الماء بالمنطقة القريبة عن الويل بور. هسه إذا عندك، إذا أنت توك بعد الجريان أو صار لك سنة تنتج، ما أنت لازم تمر بهاي المنطقة، الجريان لازم يمر بهاي المنطقة المتضررة، وبالتالي السكن فاكتور تأثيره موجود بالترانسيينت at early production time، بالبسيدو ستيدي ستيت at moderate production time، وبالستيدي ستيت at late production time موجود. وين مبين؟ شوفوا مبين مثلا بالترانسيينت يا أخوان، بالترانسيينت هذا، نعم، بالستيدي ستيت هذا، بالبسيدو ستيدي ستيت هذا. واضح هسه؟ اكو شيء اوضح لكم اياه بعد على الموضوع؟ لو واضح لكم هاي الفكره شباب عين. دكتور السؤال، اي اسال عين دكتور، بس احنا ليش نحسب الجاي؟ اي مرات نحسبه بدون السكن ومرات ويا السكن، بس ما نحسبه يعني من البي اي لحد ما يصعد للسطح. شلون؟ ما فهم السؤال، عيد لي يابا، بس على كيفك. اي البرودكتيفيتي اندكس نحسبها داخل المكمن، ما نحسبها ويا الجريان داخل ال شو اسمه البئر. لا ما نحسبها، لا ما نحسبها. اذا ما ينحسب عشان الجاي، ها واخوه السؤال، الجاي ينحسب فقط لدلتا بي داخل الطبقه المكمنيه، دلتا بي داخل الطبقه المكمنيه، دلتا بي اللي يتسبب بالويل بور، هذا موضوع آخر، هذا يسمونه التيوبن بيرفورمانس، التيوبن بيرفورمانس هذا موضوع آخر، ويل بور بيرفورمانس. احنا اهم شيء شنو هو؟ اهم شيء نعرف ايش قد عندنا جريان من الطبقه المكمنيه، هذا اللي نريده، الجريان ايش قد عندنا من الطبقه المكمنيه، هذا اللي نريده. هسه من هذا الجريان، من هذا الجريان قد نوصل من عنده للسطح على شكل سائل، هذا موضوع ثاني. اهم شيء لازم نعرف ايش قد عندنا جريان من الطبقه المكمنيه، ويبقى بعد احنا وشغلنا شلون نقدر نوصل هذا الجريان للسطح على شكل سائل. طبعا ما نقدر، لانه من ننتقل من الداون هول للويل هيد اكو بريشر دروب ايضا، وهذا البريشر دروب ممكن يسبب تغيير في مواصفات النفط المنتج، ولذلك عندنا يسمونه الاويل فورميشن فوليوم فاكتور، موجود عندنا الاويل فورميشن فوليوم فاكتور. ولذلك بالبرودكتيفيتي اندكس شباب، احنا الكيو شنو هاي الكيو؟ من يعرف لي الكيو؟ هل هي مكمنيه لو على السطح؟ هذا الكيو اعيني منو عنده علم، هل هي مكمنية لو على السطح؟ دكتور يعني عرفها مكمنية يعني.